بغيتي تشوف الاجواء ديال عاشوره في مدينه بجاد، بغيتي تعرف القصه ديال عاشوره، تفرج في هذا البلوغ وما تنساش تحط حداك شي قهيوه باش تشد الزور. واش الدراري والدريات، معكم صالح فلوق جديد. وقبل ما نبداو فلوق، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا مرتاحين وانتم تتفرجوا في هذا الفلوق. هاد الايام اللي كنعيشوا دابا كتصادف مع واحد الحاجه اللي كانت عزيزه علينا بزاف، اللي هي عاشوره. ما تقولش ليا ملي كنت صغير ما كنتيش تفرح العاشوره وما كنتيش تتسنى هاد الايام باش حتى تشري شي لعبه، ما يمكنش. اليوم هو اليوم التاسع محرم، وغدا هو اليوم 10 محرم. داكشي علاش تسمات عاشوره، اللي كدل على التعظيم وعلى المبالغه. علماء اخرين قالوا بان سبب ديال التسميه عاشوره هو ان الله كرم 10 ديال الانبياء في هذاك اليوم. ديال الفرضيات الاخرين اللي تقالوا على السبب ديال تسميه عاشوره هو ان الله سبحانه وتعالى كرم الامه ديالو في اليوم ديال عاشوره. المهم هادو غير اختلافات في سبب التسميه، هادشي ماشي هو المهم عندنا. المهم هو نشوفوا الاجواء ديال عاشوره في مدينه ابيجان. المهم بحال ديما شوفوا الدراري اللي معانا اسماعيل وعمر. عقلتوا على عمر؟ اجي الشمس نمشيو الظل ونعرفكم عليهم. باش تشوفوا الدراري هنايا اشنو بغيتوا؟ اشنو بغيتوا؟ بغيتو بابا عاشور؟ هو غيجي دابا. قلتو على عمر. عمر اول فيديو مبان معانا هو الفلوق ديال 10 دراهم، من تماك درنا فلوق اخر. درنا فلوق اخر ديال عيد الحب اللي عقلتو عليه. قلت عمر اول بريزونطاسيون ديالك ليه كانت ليه، قال لكم عمر جمي السنه وكذا. اشنو تقول لهم دابا؟ اشنو غنديروا اليوم ان شاء الله؟ تشوف الفيلا والثاني. شو هو اسماعيل؟ اسماعيل غيقول لهم اسمعني اسمع ما بقاش يبغي انا ديما داير كمامه. اه مشات لي ديك الكمامه اللي كنا شادين فيها، اشترى كمامه اخرى. اش قد داير دي بلوضي؟ ها ويلي خوناك جيب لي الكمامه ديالك. ما يمكنش نتخيلوا عاشوره بلا الفاكهه اللي هي الفواكه. في عاشوره كاع العائلات تشريو شويه شويه من الحاجه وكيخلطوا داك الشيء اللي كيفرقوه نهار تفرعب. الناس اللي كيبيعوا هاد الفواكه الجافه، هاد الوقيته عندهم هي احسن وقيته في العام كامل اللي بيعوا شترا. داكشي علاش كنشوفوا دوك الحومات اللي كانوا غير صغار في الايام العاديه كتصيب بهم هاد الوقيته، مخرجين بزاف ديال السلعه الفواكه الجافه، داكشي ديال الحمص اللوز الكاوكاو مخرجينه للخارج بزاف، حقاش تيكون البيع والشراء طالع في هاد الوقيته. صورت لكم في الليله حداهم ديال الفاكهه، هذوك هما اشهر وحدين كاينين في الشعب هنايا، وتبارك الله عندهم الراوج بزاف. الناس اللي كتشوفوا هنايا، الناس ما كيكونوش ديما كيكونوا غير في هذه الوقيته ديال عاشوره. صور لهم صور لهم. دابا غنسولوا ناس غنسولوهم على كيفاش يجيهم الاجواء ديال عاشوره، واشنو الفرق ما بين الاجواء ديال عاشوره ديال هذا العام والاجواء ديال عاشوره ديال الايامات اللي فايتين، زعما الاعوام اللي فاتوا مش هذه الاعوام اللي فاتوا، ونشوفوا الاراء ديال الناس اللي تيكونوا ديما مختلفين. اول واحد غنسولوه ان شاء الله على الاجواء ديال عاشوره واشنو هو الراي ديالو في هذه الاجواء وداك الشيء. معنا السيد هذا، السميه ديالك اخويا انس. مرحبا بانس. مرحبا بانس. مرحبا خويا. هذه الاجواء هذه ديال المناسبه ديال عاشوره هي واحد الاجواء زوينه، وبالمناسبه ديال هاد الاجواء تتهبط الساكنه الجهديه، تتهبط باش تقتني ربما الفواكه الجافه، ومن بين هاد الاجواء تتكثر الصداقات. وهاد المناسبه ديال عاشوراء يوم العاشر كيصوموا فيه المسلمين، كيصوموا نهار التاسع والعاشر والحادث من الشهر ديال المحرم ديال عاشوراء. وبهذه المناسبة ربما هذا العام هذا شوية بالنسبة للساكنة الجعدية بالنسبة لذاك العام كانت ممتازة، وهذا العام شوية بالمناسبة ديال الكورونا الأصحاب اللي تيبيعوا الفاكهة وسميتو ربما غير جالسين، ما كاينش اللي كيشري، ما كاينش اللي الله يحسن العون، كاين شوية الفقر، كاين شوية تنتمناو من الله عز وجل يحد الباس ويرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتنشكروكم من هذا المنبر، وان شكرناكم فاننا نشكركم لامرين. الامر الاول هو انكم صورتوا هذه المدينه الجميله وهذه المدينه العريقه، تنتمناو من الله الشباب ديالها كاع يخدموا كاع، والشابات ديالها هنا المدينه راه فيها الناس تيقراو مزيان تبارك الله، وشباب مزيان وطموح، تنتمناو من الله يوفقهم جميعا، وتنتمنى من الله يحد الباس علينا وترجع المياه لمجاريها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتحيه للاخوان، تنشكركم على هذا الفلوق ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله كاع الجاليه المغربيه وحتى اللي في اوروبا والمغرب.
اش بجعد ما كاينش ما كيعرفش بجعد الزاويه الشرقاويه ها هي الشرقي الشرقي تنشكركم بزاف 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 على هذه المبادره اللي درتوا. اليوم هو النهار الثاني ديالنا في هذا البلوك واليوم هو اليوم العاشر، اليوم عاشوراء 10 محرم، هذا هو النهار اللي داير عليه الفيلم كامل. حبس. فلان هذا حبس. شو ضحك؟ شو ضحك؟ وسكت راسك راسك. باين ما معاه علاش دار لي كاسك يا طازر؟ قدر تجي في العنكز. الله يلحشهم. طيبتوني. اش درت في كاسك يا طازر؟ درت كاسك يا طازر؟ بربيت. ايا ايش عم تصفر؟ عمر بيش على راس الصباح ما دار معاك انا تعبتش معاك ما بلاش قبيله تسردني انا نطبع لك الماء هو تا هو اسمع اللي ما درناش ليش الماء شوف انا عندي الماء واجي ما درناش ليش الماء عندي الماء بلاك الصاي غادي نديرو شي بلان اليوم ترى بلاناش انا كان بلاني ولا شفت تضحك وعرفت طاري شي بلان واحد الدر رشو رشو شاو رشو بحال اليوم الله سبحانه وتعالى نجى النبي موسى عليه السلام من فرعون. سولت الناس ديال انستغرام قالوا لي اليوم زمزم داكشي علاش غنصور لكم الاجواء ديال الاحتفالات في الدروبه ولكن عاد داك صايبوا شي وحدين استعملوا البيض كما عمر استعملنا البيض الماء هانيه ولكن البيض لا راه تبقى واحد الريحه خانزه الاطراس ديال البيض باقا كامله تصور لهم ها انتوما شوف هنايا غنصور لكم كاع داك الاحتفالات اللي غنصيبوا ان شاء الله في الدروبه وداكشي غيكون مزيان. انا ريك راه تجي لي ولا رش ضرب 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 رش 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 امين رش امين دوس دوس شو عرشو مش خايف ضربوا بيضة انا سير سير رشي سير رشي ضربوا بيه ضربوا بيه لا البيض لا البيض باش تعرفوا شي معلومات اللي تقدروا تستافدوا منهم وتعرفوا التقاليد ديالنا حنا المغاربه حقاش نعرف بزاف ديال الناس منهم الناس دابا اللي تيتفرجوا فينا يقدروا يكونوا بحال بداو تينساو التقاليد ديالنا حنا المغاربه داكشي علاش خاصنا ضروري نحيو التراث ديالنا. في الصباح ديال هذا النهار الناس اللي ساكنين في القرى كيفيقوا بكري والامهات كيرشوا ولادهم بالماء بارد وكيرشوا شريوصهم وكيقولوا واحد الدعاء باش ان شاء الله البركه ديال هذا العام تنزل عليهم. وتا الفلاحات هما كيفيقوا في الصباح وكيرشوا دوك المحاصيل ديالهم والاراضي الزراعيه ديالهم بالماء بارد باش ان شاء الله يكون موسم زراعي اللي واعر ومخير. الدريات اللي كيتفرجوا في هذا البلوك ما عرفتش واش شفتوا ما درتوا الحنه ولا لا، حقاش عاشوره معروفه بالحنه الدريات قبل ما تكون عاشوره في ديك السيمانه اللي قبل تيديروا الحنه، المهم لك تدرتوا الحنه بلا ما تطيبوا اسماعيل ما عندوش مع الحنه ياك. المهم بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الشعاله امين علاش ما صورتيش لنا الشعاله؟ بغيت نقول لكم بان المدينه اللي ساكن فيها انا بجعل كانت اجراءات صارمه، كان الامن مزير بزاف وحاضي كاع الدروبه باش ما تكون حتى شعاله في اي درب. هذه هي العشيه ديال عاشوره
خرج قبيله غير صورت لكم دي تايم لابس اللي غتكونوا شفتوه في البدايه ديال الفلوق. قال لي عامره بزاف ناس بزاف خارجين تيدورو تيشريو فواكه اللي بغاو تيشريو داكشي اللي بغاو. المهم باش نزيدو نعطيكم شي معلومات اللي ما كنتش قلتهم لكم في البدايه ديال الفلوق. الحاجه اللي معروفين بها حنايا المغاربه هي انه واخا تيكونوا الدراري غايبين على موالين دارهم ولا تيكون شي فرد من العائله غايب على الدار ديالو اللي كيفرقوا دوك الفواكه الجافه كيخليو ليه حقو حتى تيجي هو الحق هذا هو اللي تنسميوه حنايا بحق بابا عاشور. شكون هو بابا عاشور؟ والله ما عرفت انا بحالي بحالكم. واخر حاجه اللي تكون في عاشوره اخر حاجه تيخصموا بها العائلات هاد عاشوره هي الطبق الشهير اللي كيديروا اللي هو كسكسو الاكله الشهيره ديال المغاربه. ولكن هاد الاكله فهاد النهار تكون مختلفه على كاع دوك الجمعات ديال العام كامل. هاد الاكله كتكون متميزه باللحم ديال القديد. الناس اللي ما عارفينش اللحم القديد هو اللحم المجفف. هاد اللحم تيكونوا خازنينه من العيد الكبير. والحاجه اللي كنت بغيت نقول لكم عاوتاني هي ان واحد السيد قال لنا بان ما عرفتش واش النهار اللي قبل ولا نهار عاشوره تيمشيو بزاف الروضه. قال لنا كون مشيتو الروضه غتصيبوا عامره الناس تيزوروها تما. واخر حاجه غنقولها لكم اللي كاملين تتعرفوها هي الصيام ديال اليوم التاسع والعاشر كما قال لنا داك السيد اللي كنا سولناه البارح هذه معروفين بها المسلمين. المهم دراري الدريات كان هذا هو الفلوغ ديال اليوم. نتمنى انه يعجبكم. ضربنا تمره ديال بصح على هذا الفلوغ يومين ديال التصوير. اسماعيل تعدى معنا بزاف شكرا بزاف اسماعيل ورا الكاميرا ديما تعدى معنا بزاف في التصوير. نتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو ونبقى لي نقول لكم الدراري غير تهلاو ليا في ريوسكم. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بيس اند لوف. عشرني قلوب النخلو نبيعتنا وراي حياتنا بري قلبي مش أمهر وح بتعيمة مكلات عنا دومي نامي دبرغم بشمي هالغنات.